دلوقت البرسيم يا ممدوح يعني كام ربة يتحش؟ وعمره في الأرض كام يعني؟ شهر 10 كده. يبدأ زراعته في شهر 10؟ شهر 10. آه. يعني هكمل لحد شهر 5. من شهر 10 لغاية شهر 5؟ تمام. آه. بعد كده ابتدي حسب المعامله اللي انت هتعاملها لك. ري مظبوط؟ اه. كيماوي مظبوط يديك فتره اطول. اه. لكن لو قصرت في الري بتاعك والميه زادت او الميه قلت يديك فتره اقل. اه. طب هو كده يعني حوالي 7 شهور؟ كده؟ اه. هذه 7 شهور. 7 شهور. الربة الرابعة دي. اه. الرابعة دي؟ الرابعة دي أحمد؟ الرابعة يا حاج. ها؟ الرابعة. الربة الرابعة. الربة الرابعة. هناخد مني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ثلاثة ثانية. إن شاء الله. يعني تقريبا حوالي 7 ربات. تقريبا. الربه اللي هي يعني ان هو اكبر ويتحش دي اسمها ربه مش كده؟ ايوه عندنا اسمها ربه. اه شايف النمو الخضري بتاعها؟ اه عامل ازاي؟ اه دليل ده ان هي مظبوط في الميه بتاعتها. اه واخد الكميه بتاعتها من الكمام. تمام. طب انا شفت جاركم هنا عيرش مخصب. ايه يعني ترش مخصب البرسيم؟ حاليا في الفترة دي عجيل عسل. اه. ده نوع من الدمار. العسل ده. عسل اه. اه. هيجد عم النمو الخضر بتاعه. اه. فهو عيرش المخصب ده. عيرش المخصب. سماد ورق عيرش. اه. عشان بيرجع ايه؟ يرجع النمو الخضر بتاعه ويزقع على العسل. ويطول الفترة بتاعته في الأرض. الله يديكم العافية يا عم. طب هل يعتبر ده يعني غذاء قوي يعني للمواشي وكده والغنم؟ مش غذاء قوي. أمال إيه؟ ده غذاء استراتيجي. غذاء استراتيجي؟ تمام. يعني عد في لو حاجة علف يعني لو عد العلف مثلا هتاكلوه برسيم برضو؟ لا طبعا. آه. عد العلف هيعتمد على العلف. على الخلطة الجافة. آه. هياخد خلطة وياخد هياخد البرسيم تاعي كحاجة خضراء وسط الوجبات وسط العلف. اه. لكن مش أساس. اه. يعني يعتبرش وجبة أساسية ده يعني زي تسالي بالنسبة للي هو العجل اللي داخل العلف مثلا. تمام ده وجبة أساسية للبهايم الحلابة. اه للي هي اللي عاوز منها حليب أنت. اللي هتنتج منها اللبن. اه. ده وجبة أساسية. ليه يعني اعمل اضرار في اللبن البرسيم ده؟ تمام. اه. بس هو يفضل ان ما يترميش مباشرة يعني من الغيط. امال ايه؟ لا يستنى على الاقل. على الاقل حاجة يوم. طب ليه؟ عشان يترمي. ليه يتأخر يعني ان انت تكون عندك مثلا الحشة النهاردة تدي ليهم بكرة والبتاع بعد بكرة. بكرة يبقى بعد بكرة، ليه طيب؟ عشان المادة الخضراء اللي فيه. اه عشان لو تعتبر ماده سامه. اه لو خدها مباشره ممكن تسبب ضرر للمواشي. اه لكن لو خدها ثاني يوم لا تدي له تمدها بالقيمه الغذائيه اللي محتاجها ياخذ الفائده اللي فيه يعني. تمام. معلومه جديده بالنسبه لي انا اول مره تعرفها. اه يعني انتوا على قدعه اللي هتحشوه النهارده هتدوا لهم بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يفضل ما يتحش ما يكونش فيه ندى. اه يعني انت مش هتحش الصبح بدري هنا. اه. يعني من الساعه 10 ورايح كده. تمام. اه. الندى ليه؟ اه. يسبب نزله معويه. يعمل نزله معويه للمواشي؟ للمواشي. بالذات المشى صغير. اه سبب
منها في نزله معويه. لو فضل البرسيم محتفظ بالنبت.